السلام عليكم شباب. اليوم راح اتكلم عن سكاي زون فيرجن 3 3D. هذه النظارة متميزة جدا، طبعا هي منافسة للفات شارك، بس ميزتها هذه واللي تتفوق على الفات شارك انها فيها الدايفرسيتي، فيها تو انتنا اللي ممكن تلتقط الاشارة من اكثر من زاوية. طبعا هي لها مميزات كثيرة، مثلا تدعم من 3D كاميرا والفيديو ترانسميتر الخاص بها مع تو انتنا. هذه الكاميرا طبعا ما HD ولكنها VGA او WVGA، واللي بصراحة الريزوليوشن مالها اعتبره ممتاز جدا للFPV. تجي هالنظارة مع 5.8 جيجا هرتز، مثل ما قلنا انها دايفرسيتي تو انتنا، يعني عندها امكانية كبيرة في الاستقبال مع وجود 40 قناة لل 5.8 جيجا هرتز، مع فرونت كاميرا. هذه بصراحة الفرونت كاميرا جدا ممتازة، يعني تفيدك انك مثلا وانت لابس النظارة ما يحتاج تفسخ النظارة عشان تشوف قدامك وين الطيارة اول ما ترميها، او انك تعمل لاندنج. طبعا في الفات شارك ما موجودة، ولكن موجودة في سكاي زون. وميزة اخيرة فيها انها تحتوي على الهيد تراكينج سيستم، يعني ما في داعي انك تشتري لها قطعة سبرت، لا هذه تجي جاهزة، ما مثل الفات شارك. وحتى الفيديو ريسيفر مثل ما قلنا يجي اوريدي موجود فيها. والحين نبدأ نعمل انبوكسنج للنظارة ونشوف المحتويات من الداخل. انا شفت فيديوهات في اليوتيوب بعض الاشخاص انتقدوا الحقيبة، انا بصراحة شفتها ما شاء الله الحقيبة هذه ممتازة جدا، يعني الكواليتي مالها لا بأس به، لا فيها خيوط طالعة ولا فيها شيء كذي انها مثلا متقطعة او شيء، لا الكواليتي لا بأس به. اوكي، وهذه هي سكاي زون، تجي مع الكيبلات الخاصة بها. هذا الكيبل الباور للنظارة، يشبك مباشرة بالجي اس تي كونكشن. هذا الاي في، سواء كان ان او اوت تقدر تشبكه بالنظارة. اذا كنت انت تستخدم فيديو ريسيفر ثاني اوكي بانتنا اكبر او غيره، او فيديو تراكينج سيستم، فتقدر تشبك هالواير مباشرة بالنظارة وراح تحصل على سيجنال افضل كثير من اللي ممكن تعطيك اياه النظارة. الكيبل الثاني او الثالث هذا للتراكينج سيستم، هذا تركبه في النظارة و تشبكه بالجهاز. وفي اجهزة اللي هي ريموت كنترول ما تدعم هذه، فهم ما اعطينك اكثر من خيار، عندك هذا وعندك بعد هذا اوكي، اظن الجي ار يدعم هذا النوع من الكونكشن. والاخير عندك اجهزة كثيرة، ومن ضمنها الوول كيرا الديفو، انا استخدم ديفو F7 يدعم هذا الكونكشن. هذا هو المانوال لسكاي زون. شرح كامل لكل زر في النظارة. هذه ممتازة بعد للتنظيف العدسات. هذول اثنين بعد انتنا، هذه هي كل الاغراض اللي استلمتها في البوكس. الكيبلات ما شاء الله، يعني عدد كبير من الكيبلات اللي تغنيك انك تشتري غيرها. يعني النظارة، الحين راح نتكلم عن النظارة. هذول الانتنا يركبوا مباشرة في الجوجل،
وهذه هي النظارة. الوضوح جدا عالي. وجود هذا الحاجب اللي يغطي العينين كامل ويمنع الضوء الخارجي انه يضيع عليك الرؤية اعتبره ميزة ممتازة جدا. طبعا هذه الحركة ما موجودة في الفات شارك، لان الفات شارك عندها كل عين لها حاجبها الخاص، وبعض الاشخاص انتقدوا هذه، ذكروا انهم يفضلوا السكاي زون على الفات شارك. وننتقد السكاي زون انها ما تحتوي على مروحة تهوية او تبريد مثل الفات شارك. الفات شارك جات بها مروحة خاصة للتبريد، ومع الاستخدام راح تلاحظ ان بديت تتعرق على جبينك وحاجب عينك، والسبب طبعا الاجهزة الالكترونية اللي داخل النظارة، فلو كانت تحتوي على مروحة راح تقلل هذا السخونة او الحرارة. هنا عندنا الازرار، عندك تغيير الشانل او القنوات عن طريق الاب والداون، عندنا هنا البتن للتراكينج، وفيها المانيو بعد عشان تعمل السيتنج، تضغط هنا يعني لمدة 3 ثواني راح تظهر لك قائمة اعدادات. وفي الجانب الايسر راح نلاحظ في عندنا زر للكاميرا، وهنا اول ما تضغط على زر الكاميرا راح تتحول الرؤية الى الكاميرا الامامية، وكذا انت ما محتاج تشيل النظارة علشان تشوف امامك. وهذا الزر خاص للريكوردينج، وهذا الزر للفوتو. في الجانب الثاني النظارة تدعم كثير من الكونكشن، عندك هنا الاي بي ان، عندك الاي بي اوت، عندك ايضا السماعات ممكن تركبها هنا، او هذه فتحة خاصة للاس دي كارد عشان تعمل ريكوردينج. هذه ايضا فتحة خاصة لليو اس بي او ميني يو اس بي كيبل، ممكن توصلها بالكمبيوتر او ممكن تستخدمها الاشياء الثانية. وهذه خاصة لتعديل البعد الافقي بين العدستين للعين، مريحة جدا انك تغيرها، تحس ان في نوع من الكواليتي ما تنزلق بروحها. وتلاحظ ملمس الفينيشنج للكاميرا ممتاز جدا، تحس ان في كواليتي. وهذه الفتحة الخاصة للهيد تراكينج سيستم اللي تشبك الريموت كنترول بالنظارة. وهذه هي نظارة سكاي زون فيرجن 3. أتمنى أنكم استمتعتوا بالمشاهدة، مع تحيات هيثم زديالي.